طمجونا طشونا رجونا الله يجينا. صلينا الحربة طردعنا شالوا مالنا كله خلونا ساكت جينا يلا بكرة إنا وحرقونا ما خلوا لنا أي هاي جرينا بقى إلا بأطفالنا إلا بالحمير الراكبين فوقنا. هكذا أرادت الحركات أن يصبح حال الناس في دارفور، حيث قام المتمردون التابعون لعبد الواحد ومناوي بمهاجمة القرى وتشريد أهلها وقطع الطرق التجارية بين المدن وضرب السك الحديد في ولاية جنوب دارفور بهدف تشريد الناس وتعطيل معاشهم، حيث بدأ الأمر بقطع الطريق الذي يربط بين الضعين ونيالا لتتعطل حركة الشاحنات التجارية لحوالي شهر قبل أن تعبر الطريق في حماية القوات النظامية. تحرقنا من أمدرمان لحد ما وصلنا هنا، لحد تاريخ الليلة في ناس عندهم يعني زي 24 يوم، وفي ناس عندهم شهر، وفي ناس عندهم 15 20 يوم. الناس زمان بتصرف مليون جنيه، هسه واحد بيقدر يصرف مليون ونص 2 مليون لظروف الشارع هسه موجوده. أر والله ظروفنا بقت سينا وتعبنا تعب شديد جدا جدا، حتى قلنا حصلنا هنا الطريق مقطوع، لكن والله بارك الله في الجيش والشرطه والله. والله اخطر منطقه من فندق نيالا بس. والله من فندق جاي كله شفته بغادي للضعين ذاته بقى خطر. والله طريق طويل يعني زمن يعني من مين هنا كده يعني بلحد الضيم بخمسة يوم سبع يوم تحصل هاي الخطر يعني مقابل للاشتعال، لكن ربنا وصلنا بالسلامة يعني. والله الليلة قالوا جو مقاطعين، فنحن من الناس اللي كنا واقفين في الدين لنا حوالي 28 ولا 29 يوم، كان كنا مركنا آخر طوف ورجونا من هتة يسمع ورقات يعني ما حصل كلام زي العوف يعني. احنا ذاتنا قلنا الأمر ده فيه وأنه الشارع ده ما تمام يعني شارع وناس كثيرة خلاص والله تامين، والله كويس طيارات شغالة والجيش معانا تمام وأي حاجة تمام، والله ما في حاجة ناقصة الحمد لله. ويستمر إلحاق الأذى بالمواطنين وباقتصاد السودان من قبل الحركات التي سعت إلى تعطيل أنواع النقل كافة في جنوب دارفور، فتم قصف القطارات في منطقة تقع ما بين شرم وخورطعان جنوب نيالا لمزيد من التضييق على الناس، وحتى يكون الأذى أكبر فقد تم ضرب القاطرات دون سواها من أجزاء القطار. في كيلو 1259 تعرض الطوب بتاعنا الطالع ده لاعتداء من قبل قوات المعارضة. جتنا يوم 25 في كيلو 1257 طعان شرم، جاتنا عربات خمسة عربات مسلحة بأسلحة تحكيل انتهى اتجاه الشرق، وقف البابور 2107 ضرب بابور باتجاه الشرقي بدانا راجمة للآن في الراجمة الدانة في البابور، بعد ذاك جونا باتجاه الجنوبي ثبتونا ونزلوا في برميج جاس مودينا من طعان الى صلاع للودر، قال برميج جاس نزل البرميج ده وبدوا يطلقوا بعض الاعير الناريه. وطبعا نسبه للقطارات طوف بالجهاز، اخترت القطارات الخلفيه عشان ما يحصل تصادم في القطارات، وكلمتهم وقلت لهم يعني في عربات فيها افراد مدججه بالسلاح، وطلبت منهم انه يتوقفوا عشان انه طبعا احنا حنكون واقفين قدامهم. ووقفت القطارات وبدوا يطلقوا بعض الاعير الناريه. سالوني القطارات دي فيها شنو؟ قلت لها والله القطارات دي فارغه، دائما تطلع من نيابه بتكون فارغه. وطيب معاكم شرطه ولا عساكر؟ قلت لهم ما معنا، القطارات احيانا بتكون فارغه ما بتكون معنا اي عساكر. وطلبوا مننا عدد 10 مليون جنيه قالوا يعني تدفعوها علينا. ونحن طبعا كلمناهم قلنا لهم يا اخي احنا ما نملك المبلغ ده وما عندنا قروش وكده. قال لي يا اخي جهز 10 مليون بالعدم
نحن ندمر القطارات دي وهندمركم انتم معاهم. ده لا والله يا نقول للناس اللي في القطارات دي كلها ناس عزل وناس مساكين، ما بالك ده بتكون عندهم، هم بيركبوا القطارات لانه اقل تكلفه. قال لي ما بعرف كلام زي ده، تجهزي 10 مليون حسي تجيبها يوم. جيت طوالي انا ماشي على عربات الخدمه اللي فيها معي، قلت له يا جماعه الناس دي طالبين 10 مليون يدمروا القطارات دي. قام قبل ما امشي خطوتين ثلاثه فجروا الوابور بتاعي القذيفه بتاعت كاتوشه. انا شفت الحدث ده ماشي في اسوء، وطلبت من بعض الزملاء والناس انه الناس تتخارج تطلع تمشي ترجع المحطه. بعد ذاك طبعا طما اختارنا قالوا ترجعوا لورا شويه. مجرد ما رجعنا شويه قاموا دمروا الوابور الاول ده، اطلقوا عليه بعض الاسلحه الثقيله من الجهه اليمين، مما تسبب في اختراق باب المكنه وصندوق البطاريات وفتحات في البودن بالجنب اليمين. ولما ذهبنا لورا قاموا بتدمير الوابور الثاني اللي هو خلفيه طوالي في القطر الثاني. البابور 2107 ده في ودانه ما اتفجرت، في ودانه ما اتفجرت حتى اللحظه. الدانيه بتاعت كاتوشا لا ما يبدو لي بتاعت كاتوشا. وصلنا القطارات دي طعان من طعان، عملنا ترتيب بعنه سحبناه لحد نياله هنا كمنطقه عامنه. اما البابور 2107 ما تمكننا نسحبه، ما تمكننا نسحبه لحد نياله لعله في ودانه ما اتفجرت. لم يؤثر كل ذلك في حياة الناس، فاستمرت الأسواق تعمل على الرغم من الأحداث، وأثبت رأس المال في نيالة أنه ليس بجبان وإنما صامد يتحدى الحركات ويسخر من صبيانها وتصرفاتهم البربرية. في الآونة الأخيرة قد ظهر بعض الإشكاليات من بعض الاختراقات من الحركات المتمردة في شرق الولاية، وقطعا أثر التأثير كبير على الحركة التجارية في الولاية، وأثر التأثير كبير على التواصل بين الولاية ومحليات الأخرى، بالإضافة للمشاكل الغبلية أيضا في الولاية برضو أثر التأثير كبير على الحركة التجارية. نعم الحمد لله وصل الطوف التجاري بأكثر من 1500 عربة إلى مدينة نيالة في الأسبوع الماضي، والآن الأسواق تشهد بعض الانخفاض في بعض الأسعار في بعض السلع الأساسية، لكن المشكلة الآن الماضي الآن وقفة أمام الحركة التجارية هي السكة حديد. هذا الصمود واستمرار الحياة على وتيرتها في نيالة دفع متمردي الحركات لمهاجمة القرى النائية وتشريد أهلها والدفع بهم إلى معسكرات النزوح في مزيد من الانتهاك للإنسانية وقيمها. الرصاص ما بفرص، التلق ما أقابين بين الحلال، والناس خافوا ونزانا زول ترقش قال اولادك البمشي بكره البركب همار عندك نفرين ثلاثه يال مركبهم انت ابوهم تقوس وسايكم قدامه. والناس النار دي حرقتنا، ما طلعنا باي حاجه الا بملابسنا بس اللي عندنا وجرينا بين حاجه ما طلعنا. احنا مواطنين وناس ده يتضاربوا بلدنا انحرق، خلاص يلا جينا عن احنا في حته بديل. دي ما في عملت واحد اثنين يطقوك يشال منك حمارك يساقوا منك كارو يخلوك يتقدر من الاثنين دول واحد. شفنا كده في الحاله دي يعني مية حاله الجعاف، وجايين في الشارع عملنا يومين، بعد ما عملنا يومين في الشارع حصلنا هنا برغم رازحين البدر يجينا ركصنا فيه وقاعدين ناكلوا منه ونشربوا منه مية حاجه، وحرقونا ما خلوا لنا اي حاجه. جرينا الا باطفالنا الا بالحمير الراكبين فوقنا، الحمير ذاته سجبناه وبقناه ناكل فوقنا الايال، وقاعدين في الحرام لاقيين منطقه عشان نقنموا فيها. هنا بكرعنا بس تشونا بود كله اتحرقوا
جينا على بيل نراقرنا ده ما لقينا أي شيء من جينا ده وجينا محل ده آمن بس قلنا نقعد وهدو نشوف الله كريم سلينا الحربة طردانا شالوا مالنا كله خلونا ساكت جينا يلا بكرة إنا وعندنا أتامة معانا سخار وأيانين أنا دي أيان وعندي أتامة هذا هو ديدن الحركات منذ نشأتها الحرق والتخريب وتشريد المواطنين لما تضرب القصير بتشطب ما بتقدر تقعد انت قاعد في بيتك كم بعيدة ذات بتقوم جاري وتقوم هذا وشوف الصغار ذات ما بيكونوا مرتاحين وتقوم ذاك دميرك ما مرتاح حسب يجيب يقع فيك حسب يجيب يقع فيك لما تقوم شنو ما بترتاح تقوم تشيل بيتحرك دي يعني فعلا لما جينا حصلنا ما في حاجة جينا قاعدين بأمانة الله وإحنا ما استحملنا المشاكل ويلا قمينا ونزحنا ياهو الحمد لله جينا هنا والناس بالليل روحوا وبينا واستقبلونا الحمد لله إحنا دين ناس مشاكل بس بقالينا كتير في بلدنا وحرائق وحاجة زينا وطلعنا مع شفانا يمكن لنا زي شهر كده ماشيين بس بكرئنا وهاي زينا وجينا حسنا هنا جرينا عندنا هنا مش هالهم عندنا عمير بس حلينا مجرينا جينا حصل لنا راي طبقونا تشونا رقونا هلا جينا بحاميرنا ما بان لنا أي حاجة يا دوب جينا أنا دين طلعنا من قلدي وجينا هنا ده جينا لنا ثلاثة يوم حصلنا هنا ما جينا بأي حاجة إلا بكرئنا والأطفال والأمهات والآباء ما في أي حاجة وهسي هاليا قاعدين في شميش وأي حاجة في الدواي تقريبا 23 منطقة وخشة حرب بين الحركات في الغرى بأنه لما المواطنين أنه سألتهم بقولوا الحركات هشوا علينا في المناطق وخوفنا منه وجرينا حلينا منطلقاتنا وأشياء ووصلنا لحد هنا وجينا خشوا لنا نسرقة وعمل اشتباك بيناتنا ومنطلقاتنا كل حاجتنا خلينا جينا بثلاثة أيام بقرعتنا إلا أن الحياة مستمرة رغم أنف من يريد إيقافها ونيالة صامدة نيالة صامدة تسخر ممن يحاولون النيل منها ومن إنسانها ويمضي المواطنون في أسواقهم وأعمالهم غير ملتفتين إلى تلك المحاولات اليائسة وتستمر القوات النظامية في استبسالها وشجاعتها وأداء واجبها بأكمل ما يكون الحمد لله وصلت قوتنا بسلام وسيطرة تمام 100% والآن الطوف متحرك من نيالة إلى الجنينة برضو تحت حراسة قوات الاحتياط المركزي والتأمين يعني ما شاء الله الحمد لله والآن في عدد 615 عربة لوري وتناكر بتاع ضغوط والحمد لله الأمور ماشية تمام وسيرة تمام الولاية اللي قدامنا زالنجا ومن زالنجا إن شاء الله على الجنينة والحمد لله يعني كل شيء مرتب تمام وقواتنا جاهزة 100% إن شاء الله الآن نحن نعمل تعمين الطوف التجاري مسير من النيالة إلى الجنينة والقواتنا قوة رابطة تعمل متكاملة مع وحدات الأجهزة الأمنية الموجودة المكملة في السودان وده شغلنا ودي عملنا بندوق جوا وبرا بري مع أننا مشوارنا ماشي لقدام وكل شيء في نيالا يعبق بالأصالة الدارفورية كل شيء له جذور في التأريخ والوجدان كل شيء يؤكد استمرار الحياة وغروب شمس الحركات في جنوب دارفور